اهلا بيكم يا رزيعه ورزع المدفعجيه، واهم حلقه نادر في الموسم. دي اهم حلقه لاي ارسنالاوي، لان ده ماتش الوحيد اللي الفرصه الوحيده. الراجل ده النهارده قررت اطلعه معايا، الاصيل نادر طبعا سمير اللي انتوا بتقروا اسمه في التتر. الراجل ده صاحب الجرافيكس والفيديوز والفيديوز ايه، انا متوتر الديزاينز كلها، وارسنالاوي على مود النهارده جاي اتفرج. ما مطمن عم انت متفائل ليه؟ انا متفائل ان احنا ان شاء الله باذن الله النهارده الزمالك عملها ارسنال. انت اتنين اوروبا. انا ان شاء الله اتنين اوروبا. انت مين اوروبا ليه؟ بطولتين كونفدراليه واوروبا في اسبوع واحد ان شاء الله، ربنا يستر هنكسب. برضه لعبوا بيتر تشيك برضه، مش عارف انا ايه النظام بتاع كاس. انا مش فاهم، انا دي حاجه مش مقتنع بيها. الدوري ربنا يستر. يا ساتر، انا مش عارف في ايه. ياخد ثقه بقى، عارف انت الجو ده. ايوه هو هازارد اهم واحد في الفرقه دي، هازارد يتمسك خلاص كده. ما هو التشكيل زي ما توقعناه بالظبط، راس القفع يعني اثنين مهاجمين واوزيل وتشاكا وتوريرا صح جدا، ميتلاند وكوليسانيتش. ده الوحيد اللي خايف منه على فكره بعد مصطفى. ما انت ما عندكش غير ده الوحيد اللي خايف منه. يا لهوي على البدايات الحلوه. وده تاني واحد خايف منه. ساري؟ لا لا لاش كوشيني ده ابيض. لا بس بقاله فتره بيلعب حلو، يعني بقاله فتره ايه تحسه مسترجل شويه. هو بيلعب حلو عشان احنا اللي عندنا وحش، يعني انت فاهم اللي هو بالنسبه لنا حلو. طبعا احنا ناقصنا بني ادم سخيف لسه ما جاش، هنقول عليه لما يجي. ويعني هنشوف جاي طبعا يرخم على اللي جابونا وجاي يشمت طبعا، هنشوف. لا هو لحد دلوقتي بصراحه انا قلقان جدا، انا مش عارف اتكلم. انا عكسك تماما، الثقة دي جايبها منين؟ والله مرتاح، ما انا مش عارف. لو كسبنا الماتش ده اهو جه. لو كسبنا الماتش ده يا عم نادر التيشيرت دي عليا. بجد؟ والله. قدام الناس. لو كسبنا الماتش ده تيشيرت ارسنال السنة الجاية والله عليا. بس كده. خلصانة؟ انا شاهد الرزيعة. حد يلطش. خش طيب. اسخف واحد في العالم اللي كنت بقول لكم عليه وصل، وعشان اثبت لكم وقد ايه سخيف اتفضلوا. اقعد اقعد. احلى مسا عليكم. يعني انا قرفان من تشيلسي بس قشطه، يعني اهو هشجع تشيلسي يا مروان. ليه في تشيلسي؟ هشجع تشيلسي يا مروان. بس عشان هي اول هجمه على وشي ولا ايه؟ اصل اقول لك على حاجه. افهمك، انا مش فارق معايا الماتش ده خالص الصراحه. طب ما تشجعني، طب ما اصحابك واخواتك ما تشجع معانا. انا عايز واحد مصري ينني هيكسب بطوله اوروبا. انا عايزك تبقى معايا. يا عم انا مش عايز ابقى معاك يا اخي، انا مش عايز ابقى معايا. بص اقول لك على حاجه كده، كومبارسات مش هنلعب يوم الخميس. ازيكم عاملين ايه؟ احنا جينا اهلا وسهلا. مش هنلعب خميس. انا ونادر يوم الخميس هنبقى بنتفسح باذن الله. هنلعب خميس، انا 3 و4 وهو قاعد يتفرج يا احمد كمان. احنا عادي في نص الاسبوع بنتفرج على ماتشاتنا وكده، وانت هتلعب يوم الخميس تبقى قاعد. يا ابني انت مدرك؟ انت اللي محطوط قدام امر يعني غير طبيعي يا باشا. انت لازمتك ايه النهارده؟ احنا فاينل بنتفرج على فاينل اوروبا وكده، جايين نتفرج على وهنكسب يعني وهنكسب. اسكت على دي شويه، اسكت على دي شويه، اسكت. انا واثق، انا جاي اشجع، انا جاي افتت الصراحه، انا جاي فتاتك. روح اعمل افلام يا عم، روح اعمل افلام وسيبك مننا خالص والله. اللي لسه ما دخلش على صفحه الراجل ده هسيبها لكم تحت في اللينك، عامل بيج من الاخر كلها بقى افلام وما فيهاش كارير مود مانشستر يونايتد. والراجل ده مش سارق اللوجو ده، شركه انتاج اللي بيظهر في الاول. خلصنا الموضوع اصلا. اللي في الاول شركه انتاج. اه 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 انا مش عارف اشجع تشيلسي الصراحه.
والله بذمه اهلك انت متعاطف معانا. احنا غلابه قوي يا اخي، احنا غلابه يا اخي. هو بص يعني الزمالك عملها، ارسنال تعملها. ازعل منه بقى، ازعل ازعل. هو ارسنال ده حاجه وحشه يا جدعان، في ايه انت كمان؟ كونفدراليه واوروبا كده في اسبوع باذن الله. اوه اللعيبه، اوه يا تشاكا شطها حلوه قوي تشاكا. اوه ولد ولد يا تشيك، ولد 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 ولد. مش مستحمل. لا وتيجي من جيرو، يعني تيجي من جيرو. ولو مش جيرو كان جابها. اي حد كان جابها. جاي على الحقيقه. انا عارف اشوى، انا عارف. اشوى بيعملها بص ازاي يا كابتن ماجد. بينزلها وش في حته. نقعد نتريق عليه كده لحد ما ينبسنا جول. تخيل يجيب هاتريك ما شاء الله. هيلبس النضاره صاج لايف فعلا ويشرب السيجاره. ممكن يبص لي. شايف كلكم. هو فين فخر العرب؟ على الدكه ومش عايزه ينزل. فخر العرب قاعد على الدكه؟ اه ويا رب ما ينزل. هيرفع الكاس باذن الله كاول عربي او مصري يتوج ببطوله اوروبا. في عندنا مصري بتاعي كسب تشامبيونز ليج. مين يا حبيبي؟ لا ولا حد. الشوط الاول خلص لجمهور ارزع. سؤال لمروان سيري مهم جدا. ارسنال خسرت الماتش النهارده وتوتنهام كسبت تشامبيونز ليج، هتعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هعمل تاتو توتنهام. ايه رايك؟ واكتب لا تاتو هنا يا فراخ. اه مثلا لو انا بقول لك لو احنا خسرنا ورهان اهو، انا هعمل تاتو على قفايا فرخه بس خلاص. بسم الله. الشوط الثاني باذن الله بقى نجيب جون بقى، نجيب جون بقى ان شاء الله باذن الله جونين. ما تلعبش برجلك. الحمد لله. بخاف من الحاجات دي قوي قوي. ما بيعرفش. يلا والله يلعبوا على ديفيد لويز، بيغلط غلطات كارثيه. تروبش ديفيد لويز ده. بس مش هرجع لعبه. مستني جول 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 جول. جيرو. ها هي الكرات الصعبه الغريبه العجيبه التي يسجل منها جيرو. ها هي الكرات الغير متوقعه التي يسجل منها جيرو هداف الدوري الاوروبي ب 11 هدفا. كره من المفروض يضربها بالرجل، ارتمى بالراس وحطها في الزاويه اليمنى لمرمى بيتر تشيك. كره غريبه وعجيبه. جيرو. انا سايبكم من اول الماتش ومش هتكلم اساسا ومش عايز احفل يا جماعه. ماليش نفس عفن يا جرع. ايه ده؟ وليد أزارو. ايه ده؟ وشفت اللي انت بص يضيع ايه ويجيب ايه هي دي ارسنال. والله يا عم بس والله هيعملوها لسه. طيب هنلعب يوم الخميس ايه بقى؟ الساعة كام؟ بتبقى الساعة كام؟ طب خلينا نتكلم بعد الماتش والله. يا عمي ام بص 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 هيعدي ازاي؟ بص هيعدي ازاي؟ يا ولد يا سقراطيس والله العظيم الوحيد اللي واقف. يلا 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 يا جدعان اخر امل والنبي يا عم. بص بيعمل ايه؟ بيت بيرقص مثل النايلز. الله ايوه ايه ايه الله الله الله. يا راجل بقى يا راجل بقى ما تاخدوش اوزيل ده. يا عم احنا نرج. يا
بص بص ابن المرقوعة. يا العب كورة عرضية ما جاتش خلاص. يا يعمل كده يعمل كده لما ما تجيش الكرة عرضية. يوم الخميس يا مروان 2 3 2 هتبقى 3 2. مين بيتكلم مروان بقى ولا ايه؟ باي باي يا مروان، بينتحر في البلكونة. مروان رايح فين يا مروان؟ بص غبي. موعدنا الخميس من موعدنا انا ومروان سري الموسم القادم كل يوم خميس. نعل ابو امي دي فرقة. نعل ابو امي دي فرقة. مكتوب عليا ام النكد ده والمصحف مكتوب عليا انا. هيضيع مين يا عم؟ مين ده اللي خري يضيع؟ هو ده بيتنيل يضيع؟ لو ضيع فيها مش هيضيع يا عم، مش هيتنيل يخري. بيقول لهم باي باي بقى فيرويل. النهارده البارتي بتاع فيرويل بتاع تشيلسي يا جدعان. انا عملت معاه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت معاكوا الواجب. لو عادوا ام الماتش ده 70 مره مش هيبقى 3-0 في الدقيقه 65 والله. انا كهازارد جبت لكم دوريات كتير بس يا احمد كمان قلت لكم اوروبا والله. بس رايح ريال مدريد. احلى مسا عليكم. لازم يفور ام اللعيبه دي كلها. مين دول؟ خرب اللي ضيع الماتش ده. مفيش 1% بس. لا وانا بالنسبه لي في الحاجات دي لحد الماتش ما يخلص. انا بحبك قوي يا نادر. لا بعشقك يا اخي. ده انت متفائل وجميل والكنترول رائع. ماشي زملكاوي بقى يا باشا يا مرضو يعني. سنظل اوفياء. سنظل اوفياء يعني. اقول لك ايه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. يلا يلا. طب انا مالي هو ايوبي نزل واخد انرجايزر قبل ما ينزل ان شاء الله. يلا يا رب يا رب والله يا رب يا رب. تاريخ بقى تاريخ بقى. بنكتب التاريخ دلوقتي. ايوه هنكتبه حالا. بنكتب التاريخ دلوقتي. بس بس بس, بس. نهدى بقى ونتفرج على الماتش بهدوء عشان فريق ارسنال هيجيب 3 اجوان حالا. انت ليه بجد يا عم؟ انا بشجع. انت بجد والله بتعمل كده ليه يا عم؟ انا عملت لك حاجه؟ لا مش عارف بجد والله. انت بتكرهني ليه؟ طيب مش بكرهك بس بتكلم في وقت. يا اخي انا متضايق جدا والله دلوقتي بجد. خلاص محروق. طب اقول لك على حاجه يا عم. هشجع ارسنال لغايه الدقيقه 90. خلصانه؟ خلاص شجع ارسنال يا عم. وطي صوتك انت اتجننت يا واد. لا لا الله. فيها 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 فيها. قوم يا قوم يا عم. فيها يا عم. قوم فيها يا عم. بس انا هشجع ارسنال لغايه الدقيقه 90. على عشرات الكرة التي منح له ايدن هازارد الذي يتوجه. بص مين ده؟ بص جيرو. بص الاسيست. بص جيرو. جيرو
لو لعب كل ماتشاته زي الماتش ده كده جون واسيست بالون دور. ده يا اخي نزل على ابو ام اللي جالك يا اخي. يا اخي لا يا عم خلاص الماتش خلص يا عم، تبقى ام نتيجه عدله شويه 4-1 رب يخلص 4-1 او 4-2 او 4-3 يعني. مكتوب على اهلي الفضايح مش الخساره. لا لا انا ما اخسرش، انا اتفضح فتان. انا يتفضح اللي جاب ابويا عشان بشجع الفريق العره. لعيبه بنت وسخه. لعيبه بنت وسخه ما جاتش، ما نزلوش الشوط الثاني، ضربوا بودره في الاستراحه. لو انا بقول لك امري قال لهم لو سمعتوا خسروا عشان يلعب لي سيخاره تشيك، هيروح يحتفل بالسوبر معاهم الاوروبي السنه الجايه. ده تدفع بجد التلفزيون في تدفع. هم يستاهلوا فعلا. مش هنضحك على بعض، الفرقه دي ما تاخدش اوروبا ليج بجد. لا لا ما نضحكش على بعض يعني، احنا بنشجع ومقهورين كده عشان ارسنال. لا بس ولا لكن تشيلسي يا عم نادر، ولا تشيلسي تاخد اوروبا ليج لو احنا وصلنا احنا الاثنين وطلعنا نابولي وفالنسيا. بس بصراحه هو اللي يقهر قوي ان طريقهم عامل ازاي واحنا طريقنا عامل ازاي. احنا طلعنا مين وهم طلعوا مين؟ يا عم نقدر انت لعب عليهم ماتشين هناك وهنا، فكسبهم وفي الملعب بتاعهم فشخهم وكسبوك 3-2 بالعافيه في اخر دقيقه. 4-1 ومطرود منهم روديجير واللعيبه ما بتلعبش وخلاص، وهجوايين وديفيد لويس اتخانقوا امبارح وساري ساب لهم التمرين وعندهم مشاكل ونمره. لا جيرو جون واسست، واسست ايه؟ ميسي بيلعب. استنى يا نهار ابيض. انا طب انا مالي، انا مالي، انا ماليش دعوه. كرة على الخط مش عايزة تخش، مش تخش، مش عايزة تدخل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لاكاسيت بيجيب دي مثلا في كل الماتشات، ما النهارده ما لا. بصوا يعني برضه كان والله كان بيحط تلاقيها راحت في سقف الجول. كفايه بقى القعده دي، يعني ننهي السنه دي كده؟ هننهي كده؟ يا نهار ابيض. تمام احنا انا جبتك معانا يعني خلاص احنا مع بعض. اتفرج على ماتش توتنهام وليفربول سوا؟ لا لا انا مش عايز الفكره دي. قولوا لنا لو انتوا عايزين الفكره دي، وعايزين تعملوا لايك اعملوا، مش عايزين. انا بحب محمد صلاح والله يا جماعه جدا 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 جدا، بس يعني هو انت لو عايزين تعملوا سبسكرايب برضو، مش عايزين مش هتفرق، مش هبقى متضايق اكتر من كده. وكفايه رزع قوي لحد كده، وشكرا رزع المدفعجيه السنه دي. السلام عليكم.